من لو قصت هايو بركيس يا فضلي لذاتها مكانك يا قوبتا صادرت مبنى أنا إن لو سفر زيارة قبر قبر زيارة اللو ما سفر كرا قبر النبي أو صالح أو ولي أو قريب ووالد وحدون هالنقضة قبر اللو ما سفر كرا قبورتين لبغضي ديدي وما نسكوا وأنا حجهين وعلى هو يستوامع نص عط أو صريحة أو سغن بإجماع المسلمين مطلقا بالقبول بالغوة هستا مركا مهمد وحاوي لبقاب مركا دور وداد وحاديه لمركا مانك الجمعة اللي قاريت صلينا يسو صلي أنا نوع عاصو نبي وشي قاب كان نبي وقو صلي ها صلي قيدي دي ربي صلي على الحبيب محمد وحاديه والنبي هو الله بوقان كرا ولا زيارة كرا لكن لو ما سفر كرب قعدا وحال لو سفر هي مسجد كيسة كتبنا النبي قال زيارة طبعا ها مر بعضتنا لو ما سفر كرب حديد انت النبي قال إن لبا وقضه وابين يا برب قانتو عمد الله قع صدا سيسو باطلكو إن حقو بين لغول رم ويا مسوع عنكرو شيء باطل كا مسوع عنكرو وإن بين لغول رم أو وحلو ككبو أو لقرحيو أو رينش لمريو أو بروبان يجام لغول شيء صار الله قضه لكن حقه بلوبان لهم بصعون يا يا جام لهم بصعري لا تشد الرحال هي يد الله ما اتكي ولا مرض وشي ولا محر بمعنى الله ما سفره الا الى ثلاث مساجد سدح مسجد المويه مسجدي هذا مسجد كانت جوكتان وبدل مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الحرام هي مسجد كمحرم كمسجد الحرام وككتاب بمعنى مكتوب كتاب بمعنى مكتوب حرام بمعنى محرم مسجد كحرمة الهاي اللي حرمي ومسجد الأقصى إيه مسجد كفوغا أما عيبت إيه حمان تلقنا الزهي حدثنا هو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الله السامي عن معمر بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد سنة كذا المرأة يسمى معمر حديث كوريي معمر ومتابعين يا صفيان غيرها سيشانه قال معمر وحوي لمر كورني تشد الرحال هي رياضة وحان اللوغن جمام الله أما أورت الله هريا وقبل كل صار إلى ثلاثة مساجد سدح مسجد أون ملك اللوما طيب لوما السمي لوما السفر رواية ابن حبان إنما الرحلة رشدو وحوها تلو قل يا هاي إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام ومسجدكم هذا وإيليا هي بيت المقدس مسجد كذا رواية حديث أبي سعيد الخدري تبتغى فيه الصلاة رواية كل حديث أولياء إلى مسجد يذكر فيه الله عندما يكون مد الإمام شربطين الطيب أسوي حويل نهي كان أدار كيسان خبر هذا لا تشد ونفي والنفي لا تشد وخبر أما والنفي وحان لو جد النهي الصريح وحوي وهو أبلغ نفي أما النهي بمعنى أما خبر بمعنى النهي أما النفي يديد بمعنى النهي أبلغ من صريح النهي وحنا سمينتن أو عاد وحكفي عن مدعي كرتو يداد متشيرو صورة قال ما هذا واحد تكورو ديدا أيا كحب بدن استنانا ماشي مركو كجر إلا إلى ثلاث مساجد والسكوم عن دافي سيدا ظاهر كان من حيث العربية واثنين مفرغة دورنجرتين المفرغ استنى مفرغ أنا مستنى منه وحلو قدر لقدقا ما هو أعم عم يا لغدغا مركا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ومحي الى مكان الا هذه الامكنه موضع يا مكان اوردن لو ما سفر قران كان غوبتن كليه مسجد الحرام المسجد النبوي يا مسجد بيت المقدس مركا مصطفى مركا يقدر بعم العام امكنه مركا لو جدا ومحي غوب كستا أو بركة لوجا قستهايو أما فضل إليه الله دونون أيو أما إن لا صوب بركة يستلوا هذا هيو هدي الله سفر هيو وحران سفر كاسجا هدي لكن بقشاي تون سفر أهين ومير كود وكود قام يسايت إلا بأس أما مسجد هالنقطة أما زيارة قبر علماء هالنقطة أما والد كهالنقطة صف أد صو زيارة نيسو وحال ديدين هاي وسفر دير مكان بعيدة أو سفر أبا هانيا حقنا أن سدح ذا المسجد أهين لما أقوله مكان كاسور لو قصدها بركيسي أما فضل له آبه
meesha waxa ka baxaya dad u safarto cilmi dalabkii iyo ganacsi tijaro cilmi u safraysa ama safraysa soo barkaysatid muqdisho iyo baqdaad imaxu socota aw wax ka soo baratid nairobi bal u soo safraysa ama ganacsi baad u iman xadiidku shaqo kuma laha dib wuxuu ka hadlayaa meel looga qastahayo barakaysi iyo fadli لذاتها مكانك يا غوبتا صدرت مبنانا ان لو سفر زياره قبر قبر زياره لو ما سفر قبر النبي او صالح او ولي او قريب ووالد وحدون هنقضوا هدي لكن لو سفرين هي وبنانتا حديث مخو كهدلي منع سفر بوديده لبقعه لبركته او فضلها سداس الصحابه كفهمين طيب حديث كان امرك عدى معاني انما تسافر الا انما يسافر الى ثلاث مساجد انت انا كتقي مشي ورا المسجد هذا ومسجد الحرام وعلى طريقه الكوفي على طريقه الكوفيين بنانتاي من اضافه الموصوف الى صفه عليس لهي وما كنت بجانب الغربي وكلا يد لي شدان شوايد بكن صدان وي وين كسحين بسرين باسلبا مسجد المكان الحرام وحال قدر ويدهن مضافة مش كقول محذوف ومسجد المكان الحرام مكان كي جوبت حرمة بني المسجد كيدي ومسجد الأقصى ومسجد المكان الأقصى آيات قد ويقدر حكومة ما كنت بجانب المكان الغربي والأصل عدم التقدير والأصل عدم التقدير كوفيين بان تكلف الآن تكافي عام بسرين مرة ربنا سيدنا نقطين مفهوم كويس كعدي وحوي مكان يا غوب يا بقعو بركه يا فضل لو سفر كره ما جرت اون كاين صدح ذا غوبوت حديثكم مركا لبا قاب كو تسي نهيغا اسغا مد وا صريح النهي وعبنانك يا الله او لا تشد لا تشد الرحال كسورت في الصحيحين من حديث ابي سعيد والنهي صريحه لا يشد يا لا تشد النفي بمعنى النهي الصريح ناس نوا يمد حديثك قال انما يسافر واحد من مجر وحل ديدين وام هاي سفرك يا سعودال كا مركا جيل لو هيسي غوري هيستا بوري مركا لي زياره لو ما سفر كرو يا وحي دهايان نبي زيار سي ديدين قبر لو ما سفر كرو قبورتين لا بوقدي ديدين وما نسكوا وانا حجهينين وحل هو هيستا وام نص عد او صريحه او سوغان باجماع المسلمين مطلقا بالقبول بلغوه هيستا كون تسي ديدا لبا قاب كو تسي قاب كوباد ولفظه دلاله لفظ على مدلوله او صريح لا تحتمل التاويل ما كان لسوق الروايات بمجموع الروايات وجه اللباد كو تسوا ما هي قياس الاولى قياس الاولى اما فحوى الخطاب ما كوضنا قوب ادونك كو تالا قوبها وقفت بدل المساجد أحب البلاد إلى الله أحب البقاع إلى الله مساجدها أي المساجد بوفد بل مساجدك هل إن صدح المسجد كان هاي الله ما صفر كرب الإجماع ويقوله مشركين دي قبورين تو يقولين أو شايدا مسجد كي أدونك أوفد بدنا هدان بقاع له أوفد بدنا لو سفر كريم لكن لزيارة كراتي كودو ذاك وذن أسفرين سي قبري هي مكان كان لوغو سفرايا من باب الاولى هو صدح المسجد مساجد كان لو سفر كريم لما ايضو احب البقاع الى الله سبحانه وتعالى ايضا لو سفر هو ممنوع لك هذه هو دوداي هي وتجي وتكسو تكري وتبوقني سو النبي كو بوقن جيري مسجد قباء وإنه من دون مسلم وزدوا دقيا باب كسو كفانسي زيارة لزيارة ميل أدون سفرينينا واباب هي وصفرنا واباب قونيا هدي بمرك مسايد مغدشكويا اللي إيكو يكويا اللي بيدوا إيه بلدوين إيه نوروبا أن لو سفري كرين اللي قسو تكدو اللي قسو قرآن أخرستو اللي صوب بركيستو وإله اللي قسو بريا أن لو سفري كرين سيدابات قبر أقو سفريزان يا غوب يثبت المعنى صغر ومن فحوى الخطاب بنا يا لو ساسين الصحابه افهمين
ضد أحمد حديث باب كحديث لم بأكو تماد من حديث أبي سعيد في الصحيحين وأبي هريرة في الصحيحين، كذلك حديث عبد الله بن عمرو باجرة سقنا، حديث أبي بصرة الغفاري باجرة، حديث بدن حديث من عمر عبد الله بن عمرو باجرة، حديث عبد الله بن عمر باجرة قصدا وقيم بدن مركوا ابن عمر إيوه أبو بصرة قان كي قاتي أبو بصرة الغفاري وصحابي الجليلة يا ماله حكوه ريمد أبو هريرة الصعدة أو صفر كسوق علي أو هباس يبركو يالله أو نفجيل صارون الصعدة وسلام حاجات كتيمد بوري أبو هريرة حور طور السيناء وان كيمد الوادي المقدس في البقعة المباركة قرآن سلوك مشي مشي إلهي سبحانه وتعالى من موسيقى غير كيبة كلها وبقعة مباركة بالنص القرآن وادي المقدس وي بركة الغشيغي لكن يا صفري أبي هريرة صفري وآذي وكسو تكذي وبنى علام سايد ماها مقال ما هي وكسو الدعي سأل له كسو بري وصور نغضة أبو بصرة كصور بحي حقيقة كتيمي القاسان كيمي إلى أن كل أرتيب المركات بحيث أدام كوغان لها مضى دقاق دين خلط بات سميسي ومحاجرة حديثك أشيك أسنان ووري وحسو التمرك حديثك أدو ورية أيو فهم كيسو كاوس بحايا ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ووافقوا أبو هريرة في آخر الحال حلو ورنت واخل دمي برضا بقول نقول ماي معات لي شيخي لا ما يمفهمك حكاية أبو نقاط مساجد الله وضع وحال الآن لو سفر كريم إن مساجد كلات هاي وقاتل لغيال أو مركب بقعيس كبنان أو علا أو بركيس لو سفر كريم سحابين كان أبو بصر وكفى من عموم بكفامي مكان من الأمكنة الله صفرك لفضله وبركته مجره وإن كان هين صدح ذا المسجد وقوافق مركة مركة وقوله وفام أبو بكر أبو بصرة الغفاري وأبي هريرة ابن عمر باسقون وذات كله هو شاكود على تابع صاق وقبصدي ويري وما صفرك ارتوان حاران ولا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين وحن يسكوه قيل نص كقرآن كأي حديث كون له فهم على فهمي السلف الصالح مركز ربطان ساسا نضاها يسان هدونا صحابة تابعين تودوا قم بنيسان صادرت أصحاب رسول الله ومن بعدهم من السلف الصالح إلى قرن التضبات اسكوما يسان خلافين هي إلى قرن الشنات أنا عفوا إلى قرن الشنات اسكوما يسان خلافين إن أن لو سفر كريم ميل أن كأهين لفضها وبركة مالا كأهين صدح لها مساجد طاعي قربي الكسو بركي ستدي أتصوب بريدي الكسو عبادست إنا لغو سفر كريم وان قبر لغو سفر كريم وان مساجد كأن لغو سفر كريم يوحي لها المال سفران عادي تجارة هذا يضنط هذا مقصود كاد ألقام الله مكان بالغة الله يقول أهان وأساق لفضي وبركتي وتعبد فيها السفر يسو قرنك التضباط أمل لحاد بامورا بضم باللوضي ويقول يجد هذا إن الله صفر قبرك النبي قوي برنانتاي حديث كان يلقون شبارين ويسكت دينا أولا الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه بريقان أبهم ببريق دماشان أيضا مركم مري جمهور العلماء بكور جمهور العلماء وحبوجي هذا متأخرين أما جمهور السلف الصالح وحتى حق ابن تيمية في كتبه ابن القيم الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في صارم المنك اخريا ويكيني وين ولا تابع واحده ولا صحابي واحده ولا احد من القرون المفضله والراي قبان قبه لا ابدا بل اجمع بين السوق قري انه انه صنبانان السفر الى زياره القبور قبر ولا زيران ولا بوقن حتى قبور الكفار بل زيران كرا وحكى الاسكده والمشركين لكن لو سفروا ما بنانو بالنص الحديث وانا فاهمك صحابي سلفك هاشا مكالا جمهورته وجمهور متاخرين بوجه ذا يوحيي وقال الشيخ ابو محمد الجويني من اصحابنا صاحب وجهه يحرم شد الرحال الى غيرها وغلط ابو محمد الجويني ومن حول ابيه وصاحب وجهه وشيخ المذهب اي وحوقبا ان القبور هي امكنه هي ملك لو سفر كريم ولا مساجد كلي وحان كاهين صدح المسجد وحديث كدغي وغلط بولي نوبا خلطان حي وقول القاضي الحسين قاضي الحسين وشيخ المذهب اساس نسيدا دورتي ومذهب الصحابه والتابعين ومذهب ابي هريره وابي بسر بن عمر وهي
وماذا بكت حتى قاضي عيال والنووي شيخ وهذا كتاب قدام بوك سعداء شرحي بقول كيف كنتن ومعي بل وبقول كيف حديثة لحدا ونقل عن قاضي عيال إكمال كيسي ديبو وضغري كرتان أيات دورنا يعني سب وطائفة من أصحاب الحديث بكت ابن حزم باكم إذا رقم ما شامري قضية مركب وقضية أن صح بل وحلوه وإجماع الصحابة لأن لبس صدح صحابه هو شو راعي وانا انتشار مذهب كودي ولا مخالف لهم من الصحابة وإجماع سكوت واحد أورنجر تينوي مركا وشاسي وهو لو كو خلد إمامك غلط كان مركا حقيقة سعوتان نينك الأورنجر مركا سنة كي قرن التضابط بوح مسألة كنت قال لامي ابن تيمية يودات كي تقدون السبكي أها كتب على سك قري ولا لسردية ولا إلى أمن كوي تاجن تاي إلى يومنا هذا كرماني بقولش أي شرح سعيد بخمكم مرة هاي عصر جاي نبوري وماشي ولوك رب حي ولطائفتين الرسائل والمؤلفات كوحد الدنيديو كوحد أقولا مركا الرد على الخنائي المالك كتاب كاساد وآخريات بو في عيني هاي مركا مهمد وحوي لبقاب مركا طور وداد وحديه لمركا مالك الجمعة اللقارية تصلينا يسو صلي أنا نوع عاصم نبي وشيء قاب كان نبي وقو صلي ها صلي قيد الدنيا ربي صلي على الحبيب محمد وعطيه والنبي هو الله بوقان كرا ولا زيارة كرا لكن لو ما سفر كرب بوق على وحلو سفره مسجد كيسة كتبنا النبي قال زيارة طبعا مسجد كيسة وسفري بقول ميل شن بقول وكونه كم تقصص بدرت نص بعض هاي ستة كتب ما كان مسجد تماد نبي كان مفوقي واكاني بوقو وحبالها بقيع بوقو وحتى احد بنان كيسة كوكو يالا بوقو حتى دونتو ساعة سي سعو وحان سفر هاي ها مر باداتنا الله ما سفركم حديد انتي نبي قاين لبوغضه وابين يبرا بغانتو عامضا لغو قعصدا سيسو باطلكو ان حقو بين لغو لرمو يمسو عنكرو شيء باطل كا مسو عنكر وإن بين لغو لره ووح لغو ككبو أو الله قرحيو أو رينش الله مريو أو بلوبان يجام لغو لشيسا أو الله قضو لكن حقه بلوبان لهم بصعونا يا يجام لهم بصعوري هو شيء عقادة إسكي إلا لي بنتس وركا مركا دمبي متاخرين تونا رأيك الشيخين كو إمرين باس حان أي مدون يكون راعين وافقصان نسك حديث قرأي نسك كسي مركا مشغولي مهي